ابشر يا سيدي يا ابو حسين سيدي علي راعيها ابشر محبوب الملايين نسامة يسموها ابشر. صباح الخير من جديد. الكوتش سابر موجود معنا بالاستوديو ورح نعرف اكثر عن هذه التمارين، ولكن قبل ما هيك نبلش باسئلتنا وايضا نعرف على الهواء هاي التمارين، بدي اقول له لكوتش سامر اليوم المنتخب بده يلعب الساعه 7، متحمس؟ طبعا جدا. عم تستنى المباراة؟ ان شاء الله. اكيد. كل امنياتنا للمنتخب بالتوفيق. وبموضوع التمارين الخاصة بالمعدة والخواصر، اكثر منطقة صعبة صح كوتش؟ بالضبط. شو مشكلتها؟ يعني ايش مدى صعوبتها انه الواحد ما بيقدر يعمل فيها عضلات زيادة وما بتقدر، يعني ما بيقدر بضل في الكرش اذا بدنا. هي مشكلتها دائما في سوء النظام الغذائي. بالعاده احنا يعني النظام الغذائي عند كثير من الناس معتمد على السكريات، على الدهون، على الفاست فود، خبز. بالضبط، الخبز الابيض بكميات كبيره، فهاي لها اثر كبير طبعا في منطقه الكرش والخواصر. يعني حتى لو الشخص يعني انه مثلا يعني استمر في التمرين بشكل متتابع لكن النظام الغذائي كان سيء، رح تكون الاستفاده جدا قليله. اذا هي شغله لازم تكون متوازيه مع بالضبط الأكل. يعني بين النظام الغذائي وبين التمارين الرياضيه. في اي حدا معفي من هاي التمارين مش لازم انه يعملها، ولا كل الاشخاص بيقدروا يعملوها؟ لا كل هي تمارين بسيطه اصلا، هي بتنعمل يعني داخل المنزل وبالجيم، بس احنا ان شاء الله اليوم رح نعطي تمارين بتنعمل داخل المنزل بحكم انه احنا نسهل على تمام، ومش محتاجين ولا لاي ادوات شايفين، بس احنا المات معانا، ولكن برضه مش ضروريه بقدر الواحد بالضبط يستغنى. يعني احنا بنحتاج بس لعصاي ولا قزازه مي. تمام، ممتاز. يلا بما انه حطوا الموسيقى اذا نبلش النشاط والتمارين مع الكوتش سامر، تفضل. يلا ان شاء الله. هلا بدايه احنا راح نبلش موضوع الورم اب او الاحماء حتى نتجنب اي اصابه عضليه او اي شد عضلي. راح نكون طبعا فتحه الاجرين بهاي الطريقه على مستوى الكتف، راح نبلش ننزل بس نص نزله بس بشكل بطيء. 2 3 4 5 6. كم من مره هاي الحركه نكررها؟ للعشرة. تمام. 8 9 10. هلا بنزيد شوي. سير شوي شوي ننزل اكثر. 2 3 4 5 7 8 10. هلا بداية راح نحتاج لهاي العصاي حتى نقوم بالتمرين الأول. هاي العصاي أكيد بتوفر بكل بيت. أكيد طبعا. أبدا. راح تكون نحطها خلف الرقبة بهاي الطريقة، تكون الجسم طبعا من تكنيك الحركة لازم يكون الجسم مشدود والظهر طبعا مستقيم. 1 يا الله، هاي كمان الحركة شو مهمة انه ترفع الكتاف شوي وبتشدهم لانه احنا دائما محنيين. 5 6 7 8 9. طبعا أليكس احنا بالنسبه لهذا التمرين بنلعبه 3 جولات من 10 لل 15 حسب تعب الشخص او راحته. تمام، واذا كان يعني لسه بدايته بالرياضه بيقدر بالضبط من 10 لل 15، متى ما يحس حاله انه الشخص تعب بوقف. صح، بصير يزيد عاد هو ونشاطه. اكيد طبعا. تمام. 100%. هلا التمرين الثاني بنحتاج فيه الى قزازه مي، رح يكون طبعا عندنا الوقفه بهاي الطريقه برضه، استقامه تامه للجسد والظهر يكون مشدود بهاي الطريقه. هاي على اساس انها وزن يعني خفيف، ممكن انه الواحد 2 3 4. احنا عم نشوف اكيد انه قديش هاي مهمه للخواصر. 6 الحركات اللي عم بيعملها كوتش سامر. 7 8 9 10. هلا بالنسبة للتمرين الثالث بنحتاج فيه لفرش على الأرض حتى نقوم فيه بهاي الطريقة. طبعا بدنا ننام بهاي الطريقة عليها، بنحط الإجر بهاي الطريقة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا طبعا بنرد الاجر للشمال طبعا بهي الطريقه. كل جهه بتعملوها لازم بالمقابل تعملوا الجهه بالضبط المقابله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا هاي التمارين يعني ثلاث تمارين تكون مختصه بالخواصر. هلا بدنا نمرن تمارين المعده العلويه برضو المعده السفليه. انا بحس السفليه اصعب من العلويه تمرينها يعني نتيجتها. لا كله نفس الشيء بس هي بالعاده بتكون الترهلات متجمعه في المنطقه السفليه فبتكون تحسيها نوعا ما انها بتكون اصعب. أوكي. هلا بدنا ننام بهاي الطريقه. الاجرين بكونوا في هاي الطريقه. طبعا من الاخطاء الشائعه انه واحد بحط ايديه خلف الراس. الاصول ان تنحط الايدين على الكتفين بهاي الطريقه ونطلع احنا براس بعضلات راس المعده. 1 كرانشز يعني هاي بسموها كرانشز بس هي شايفين كيف بس العضله في المعده العليا هي اللي عم تتحرك. 10. هيك هذا التمرين الرابع. هلا بالنسبه للتمرين الخامس برضه للمعده بشكل عام تكون الاجرين بهاي الطريقه. 1 2 هلا كوتش اذا الواحد رفع اجري بشكل هيك مثلث بتكون اسهل صح اذا في اسهل لراس المعده بشكل بالضبط. هلا هو الشخص بيعمل الحركه اللي هو بحس فيه مرتاح فيها يعني سواء كانت الاجرين بهاي الطريقه أو بهذه الطريقة. تمام. وين راحتك إلجأ أنت؟ تمام. تن. طبعاً هلأ برضو بدنا نضطر نعمل للجزء السفلي من المعدة. برضو بنفس الطريقة. بدنا ننام بهاي الطريقة. طبعا انت مخير تحط ايديك هون او هون او تحت حسب راحة الشخص. طبعا بكون الجذع السفلي ثابت. 1 2 3 4. هي بصراحة اكثر شيء راحة زي ما انت حاطط ايديك كوتش عشان في مرات كثير بيصير في مشكلة بالظهر او وجع بالضبط بأسفل الظهر بهذا التمرين. 10. هلا التمرين السابع بنفس المبدأ والشخص مخير فيه انه يا انما بيعمل مثلا بيرفع اجر بهاي الطريقة بيرفع الثانية او انه مثلا بطريقة السوبر اللي هي هيك في البسكليت البايك. نعم. طبعا هلا أليكس بالنسبه للتمرين الاخير هو تمرين بيعتمد انا فكرت هاي بدك تعمل لنا فيها تمرين طلعت لاغراض الشرب تمرين متعب جدا تمرين المعدة. صح 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 صح. هلا التمرين الاخير بيعتمد على قوه التحمل مش على التكرارات بنسميه احنا تمرين بلانك. طبعا هذا التمرين بيساعد على شد المعده بشكل كامل وتخفيف من الالام اللي هي الرقبه والجزء السفلي من الظهر. تمام. اذا بدنا نعمل بلانك تشوف قديش قدره تحملكم بتقدروا تعملوا تايمر كل فتره تزيدوا شوي. بعد شيء بسيط
رح ننزل احنا بكوعنا بهاي الطريقه، نشد الجسد على الاخر، استقامه تامه الظهر بهاي الطريقه. خلي حدا يعير لهم يعني من 30 ثانيه ويطلعوا وشوفوا كل يوم قديش بيقدروا يزيدوا بالعدد الثواني او الدقائق. طبعا بنراعي اهم شيء عمليات النفس في كل تمرين أليكس. لازم بالشهيق والزفير ما بصير نكتم نفسنا. تمام. ما شاء الله عليك يا كوتش، هذا التمرين مش سهل يعني، هو بيحتاج قوة عضلية ليقدر الواحد يطول. بالضبط. طبعا هيك أليكس هاي تقريبا أهم وأفضل التمارين وأساسها ممتاز. ممكن الشخص يقوم فيها داخل المنزل بدون اللجوء إلى الجيم أو أي وسيلة ثانية. ممتاز. إذا تمارين بسيطة، أدوات بسيطة بنقدر إنه نعملها بالبيت، ولكن إحنا لازم زي ما قلنا يكون عندنا إصرار وعزيمة. وأنا زعلت من خبر مبارح إنه الأردن أخذت المركز الثاني في البدانة، وإحنا بدناش ناخد أبداً المراكز الأولى في هذا الموضوع، بدنا ناخد المراكز الأولى بأشياء ثانية. البدانة نتيجة أكيد اللايف ستايل أو طبيعة الحياة، طبيعة غذائنا وقلة الرياضة. فان شاء الله بيقدروا يعملوا مثل هاي التمارين اللي علمتنا اياها كوتش سامر بالاستوديو. التكرارات اكيد زي ما قال كوتش سامر 15 من 10 لل 15 حسب كل ما يعني راح تقدروا تزيدوا حسب همتكم حسب القوه. وطبعا كل ما مع الايام اكيد الشخص راح تحسن لياقته، فبصير يقدر يزيد التكرار على هو ما هو مرتاح 100%. شكرا كوتش سامر، اسعد اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. كل الاحترام. اذا نروح لفاصل مشاهدينا، ومن بعدها ايضا رح نستكمل فقراتنا وضيوفنا واياكم، خليكم معنا.